مع أن البشر قادرون على أن يأتوا بتصرفات فاضلة، إلا أنهم يولدون بميل طبيعي نحو الأنانية والظلم. فجميع الناس لديهم أفكار شريرة، وينطقون بكلام ضار، ويتخذون قرارات تلحق الضرر بالآخرين وبخليقة الله كلها. وهذا الميل نحو الأنانية هو ما يسبب الطغيان، عندما تزيد سلطة شخص أو عائلة أو قبيلة أو عشيرة عن الحد. إن السلطة يمكنها أن تفسد أكثر الناس إخلاصاً، فكلما ازدادت سلطة إنسان زادت احتمالات فساده، والتاريخ البشري يثبت صحة ذلك. ولكي تقوم الدول الحرة وتنعم بالعدالة والازدهار، يجب على الشعوب أن تأخذ في اعتبارها هذا الميل البشري نحو الأنانية، فتقوم بتكوين مؤسسات حكم تعمل على توزيع السلطة السياسية على مختلف أفرع هيئاتها، بدلاً من تركيزها في يد شخص واحد أو مجموعة واحدة. ويتم توزيع السلطة بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية المختلفة. إن وجود مراكز متعددة للسلطة السياسية من شأنه أن يوفر الحماية ضد الطغيان، ذلك لأنه يخلق نظاماً متوازناً وضوابط رقابية. ومن سبل الحماية ضد الطغيان أيضاً وجود صحافة حرة وضمان حرية التعبير عن الرأي، فذلك يمكنه أن يكشف عن الفساد وإساءة استخدام السلطة والاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فأكثر ما يقوض أركان الحرية هو عدم الكشف عن هذه الانتهاكات وإساءة استخدام السلطة.